معنا دكتور زكريا فؤاد الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية. دكتور مساء الخير، وكلمنا عن أهمية الجهود اللي بتبذلها الدولة في دعم قطاع الزراعة. مساء الخير لحضراتكم. الحقيقة طبعا الدولة المصرية بتبذل جهود كبيرة جدا في مجال القطاع الزراعي في تنميته، سواء تنميته من الناحية الأفقية أو الناحية الرأسية. فبنشوف ان طبعا القياده السياسيه على راسها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم اهتمام كبير جدا بالقطاع الزراعي وبالمشروعات التوسع الافقي اللي بتدعم سياسه الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوه في المحاصيل الاستراتيجيه والمحاصيل المختلفه. وعلى ذلك احنا بنشهد يعني بالنسبه للتوسع الافقي في مناطق كثيره جدا زي ما حضرتك ذكرتي، في مشاريع توشكا وفي الدلتا الجديده، في تنمية وسط وشمال سيناء، في الريف المصري، حتى يعني المشاريع الأخرى في جنوب الصعيد. فبالتالي التوسع الأفقي والتوسع الرأسي في المجال الزراعي ده بيعطي يعني سياسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا التصدير للأسواق الخارجية، حيث شهدت مصر يعني في الفترة الأخيرة زيادة ملموسة في تصدير الحصلات البستانيه من الخضر والفاكهه الى اسواق عديده، وحققت يعني طفره كبيره ووصلت حوالي اكثر من 6.5 مليون طن الى الاسواق الخارجيه. طيب يعني هذه المشروعات زي ما نتكلم عن توشكا الخير، مشروع الدلتا الجديده، مشروع تنميه شمال وسط سيناء، مشروع تنميه الريف المصري، كل هذه هي اضافه تحققت في قطاع الزراعه يعني الوصول في نهايه الامر الى تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل بعينها. ده طبعا بيتطلب ايضا تكنولوجيا جديده يا دكتور استخدمت في كل هذه المشروعات الافقيه. الحقيقه طبعا صحيح، لان احنا بنواجه تحديات كبيره جدا، في تحديات زي الزياده السكانيه الكبيره، ايضا تحديات التغيرات المناخيه، والتحديات اللي قابلت العالم كله زي فتره كورونا البانديميك، وايضا الازمه الروسيه الاوكرانيه اللي اثرت على سلاسل الامداد والتوزيع. كل التحديات ديت الحقيقه كانت الدوله المصريه بتاع التحديات زي التغيرات المناخيه، وبالتالي احنا بننتج اصناف مقاومه لهذه التغيرات المناخيه. أيوة. حيث تنتج انتاجيه عاليه وايضا بكفاءه وجوده عاليه، واحنا دلوقتي الحمد لله يعني بقينا ان احنا مكتفين ذاتيا من الخضر والفاكهه، وبنحقق انجاز في المحاصيل الاستراتيجيه لتقليل الفجوه في الاكتفاء الذاتي زي القمح وزي فول الصويا وزي الذره، وبنحقق اعلى انتاجيه من المحاصيل زي الارز. فالتوسع الرأسي والافقي في المجال الزراعي شهد الحقيقه طفره غير مسبوقه في السنوات الثمانيه الماضيه من خلال المشروعات الزراعيه العملاقه اللي بتشهدها مصر. طب وايه الفائده كمان اللي بتعود على الدوله من مشروع الصوامع يا فندم؟ طبعا الصوامع اللي انشات في كثير من محافظات ومناطق مصر دي بتحقق لي زياده في الانتاجيه بصوره غير مباشره، ان انا بحافظ على الانتاج من التدهور او بحافظ على الانتاج من التلوث. احنا بنضيف حوالي 20% بصوره غير مباشره، يعني بنزود في الانتاجيه بصوره غير مباشره، وبالتالي مشروع الصوامع في اماكن مصر المختلفه تهمل بدرجه كبيره في تقليل الفجوه في الاكتفاء الذاتي من محصول استراتيجي زي محصول القمح. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور زكريا فؤاد. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم الاستاذ بالمركز القومي للبحوث.